يقول: هل من تعليق التمائم وضع اللوحة ما شاء الله تبارك الله على السيارة الجديدة؟ حسب نية الواضع، إذا وضعها بنية أنها تحفظ السيارة فهذه تميمة ولا تجوز. نعم. أما إذا وضعها للزينة أو ما أشبه ذلك، ما وضعها لأجل أن تدفع العين وتدفع من ما هي للزينة، هذا لا ينبغي أيضا، لكن ما هو مثل الأول. نعم.